وحنا الحمد لله زعما الصراحه هذا الشيء دابا غادي نقولوه للمغاربه كاملين وهما كيسمعونا، كاين تشديدات امنيه الصراحه وكاين امتثال لهذه التشديدات من المواطنين بسلاسه. يعني لحد الان باقي ما شفناش شي واحد ناط تيهدار ولا يكعرف كيقولوا بالدارجه ولا هذا، بالعكس. واي مواطن كيدوز على رجليه ولا في الطوبيس ولا في الطاكسي كيقبطوا تيوريهم الورقه ديالو، يعني اي مواطن